بعد الاعتصام اللي عملوه امبارح بطريقة سلمية ومختلفة وجديدة امبارح على شاطئ الرمل البيضاء، انتصر الحمد لله عناصر الدفاع المدني وقدروا يحصلوا على حقوقهم. بنقول ألف مبروك ليوسف الملاح وكل العناصر، أكيد الله يحميكم ويقويكم. تانيا اليوم رح تتابع بهالموضوع، رح تحكي عن موضوع كسر دوامة العنف. خلينا نحكي مع تانيا. تانيا صباح الخير. صباح النور. هاي امبارح هيك كبر قلبنا وانبسطنا انه الحمد لله انتهت على خير، لانه للاسف بالاول كان في مشاكل بقى. صحيح، يعني للصراحه بتنبسطي من قلبي. صح، وكنا التنين عم نقول له ليوسف على الهاتف لما كان معنا، كنا عم نقول له بدنا نحتفل نحن وياك الخميس، ما بدنا يكون الخميس نهار او الاربعاء يكون نهار بنزعل عليه على حدا. للصراحه غيدا مثل ما كنا نحن عارفين قبل من امبارح عشيه، كان مفروض يوسف الملاح يكون معنا هلا على الهوا نقول لهم مبروك لكل الشباب بشخص يوسف الملاح، انما على ما يبدو صدر قرار من وزاره الداخليه انه عناصر قوى الامن الدفاع المدني اللي صاروا مثبتين صاروا موظفين قبل ما يطلعوا بمقابلات على التلفزه لازم يستاذنوا وزاره الداخليه، ونحن اكيد على اخر تكه اليوم ما عندنا مشكل انه ما نقدر نحكي معكم اذا صار لازم تاخذوا راي او الاذن من وزاره الداخليه، هذا معناتها انه انتم صرتوا مثبتين موظفين. الحمد لله اكيد. ليوسف الملاح يلي بيمثل كل هالشباب بالدفاع المدني وكل الشباب اللي كانوا معهم امبارح من لكم الف مبروك. لما حكينا التنين عن الموضوع كانوا يمكن قليل الناس اللي اخذينا جديه او اللي يمكن عارفين شو معقول يصير. امبارح كنتوا انتم الخبر وكنتوا انتم الخبر بخطروا اول شيء لما خفنا عن جد عليكم، لما ثلاثه منكم اصيبوا باعياء، وكنتوا الخبر لما اخذتوا حقوقكم يلي تستحقوها. يعني ما حدا هي كلنا امبارح كبر قلبنا الحمد لله، يعني قدروا يحققوا مطالبهم. وبالفعل يلي بدي انطلق منه، على فكره في يوسف طلب منا انه باسمه وباسم كل شباب الدفاع المدني والامانه لازم توصل، بالدفاع المدني بيشدوا على ايد كل مواطن كبير وصغير وكل شخص بالاعلام ضوى على يلي كانوا مارنين فيه، وكل شخص وقف حدهم وكل مواطن لبناني بيشدوا على ايدكم وبيشكروكم. اي اكيد. فكان ضروري نوصل الامانه. بدي ارجع شوي على العمل اللي عملوه الدفاع المدني لنفوت على موضوعنا اللي هو دائره العنف كيف بكسرها. الدفاع المدني كان عنده ازمه، له سنين هالاشخاص متطوعين ما عندهم عتاد، على امل هلا الخطوه الثانيه يصير عندهم عتاد ان شاء الله يا رب، لانه عم يحكي نهار الاثنين من حرقه قلبه. يعني أكيد. كلنا كثير تفاعلنا معه وكلنا كثير تضايقنا بقى. صح. الحمد لله الحمد لله، وان شاء الله هلا تكمل لحتى يصير عندهم عتاد، لان نحن اخرتها المواطنين اللي بنستفيد من هالخدمات. شو عملوا الدفاع المدني؟ بدل ما يعملوا يلي اغلب الاحيان بيصير، بدل ما يعملوا مثلا يسكروا الطرقات بدواليب محروقه، بدل ما ينزلوا ويهددوا، بدل ما يستعملوا لغه التهديد يلي هي بتكون بضمن دائرة العنف، يعني أنا معنف ما عم نال حقوقي، أنا بدي سكر لك الطرقات ما رح أفتحها إلا ما أنت تعطيني حقي، بدي أنزل بدي هدد بدي أعمل بيان صحفي. إيه وحرق دواليب والتلوث اللي بيصير. بدل ما يعملوا كل هيدا الشيء، أول صرخة طلعت لما طلع بصرخة قلب عفوية، ما كان قصده، لما عملوا معه المقابلة على تلفزيون كانوا عم يتحركوا بعضهم شيء متحركين، يوسف الملاح عملت دكليك عند الناس، عملت تعاطف عند الناس، ويمكن ساعدت الدفاع المدني يروح بهيدا الاتجاه أكثر. شو عملوا الشباب؟ عملوا بالمناطق كلها حواجز محبة، يعني يوزعوا مناشير للناس القاطعة الطريق، نزلوا على رملة البيضة عملوا اعتصام. شو عملوا بالاعتصام؟ قالوها اصلا، قال يوسف قال نحن ما بننصب خيام، نحن بنعمر خيام. عمروا خيام تبرعوا فيها بالدم، عملوا دوره تدريبيه للناس يلي بتحب على الانقاذ. عمليه الانقاذ الاسعافات الاوليه، هيدا كان اعتصامهم. كسروا لغه العنف يلي عنف وعنف مضاد بنستعملها عاده لما بنكون نحن معنفين معنويا او سياسيا او شخصيا او جسديا. فاذا كسروا هيدي القاعده، الناس والسياسيين ما قدروا الا ما تعاطفوا معهم. يوسف من الاشخاص يلي ورفقاته كلهم نزلوا معه، ما هددوا بدنا نسكر عليكم وما رح ننقذكم ورح نوقف، ابدا، استعملوا لغه المحبه كل الوقت، انتم اهلنا، انتم الشجر بحبنا، نحن بنحبكم الى ما هنالك. وقال بدي انزل اسبح بلا رجعه بركي تضحيتي، هي شهاده سماها، مش انتحار، اكيد مش هدفه يموت. لا أكيد ولا لا. هو ولا رفقاته، هيدي بتكون شهاده بركي إذا رحنا نحن بيتوعى الأمر لغيرنا، يعني لحد التضحية، الحب لغاية التضحية كرمال الآخرين. غيروا معادلة العنف، غيروا دائرة العنف يلي بنغرق فيها، يلي كل يومين وثلاثة إذا شيء مش عجبنا بالدولة بننزل بنسكر بالدوليب على الطرقات وما بيصير شيء وما بننال حقوقنا. يمكن هيدا من أهم دروس يلي ممكن
كمواطنين ناخذها من الدفاع المدني لحتى نتعلم كيف ممكن نكسر دائره العنف. دائره العنف اليوم بدي احكي عنها كيف بتنبنى. بتنبنى الى هي اربع عوامل فيها وبنغرق فيها، خاصه بتصير فيشس سيركل او دائره خبيثه، صح، وما فينا نطلع منها بسهوله، وما فينا نطلع منها لوحدنا، خاصه اذا الازمه فرديه بين افراد، اذا العنف عم بيتم بين افراد. بحكي عن العنف الزوجي، بحكي عن العنف بين الاطفال يلي بيتنمروا على بعضهم بالمدرسه، اللي بيتلقوا ولد اضعف منهم بولينج. منيحه يتنمروا، ايه هي الكلمه بالعربي التنمر، ايه. فلما بيصيروا يعملوا بولينج على واحد، هيدا دائره العنف كيف بدي اطلع منها؟ خلينا نشوف، رح ارسم اليوم على اللوح، رح اعمل ابله سعاد. خلينا نشوف دائره العنف. ابله تانيا ممكن اسيب الاستوديو. عايزه اسيب الاستوديو شويه لك إليك من الصبح حبيبتي. دائرة العنف بتنمى بإطار محدد، منا بريئة ومنا ببلاش ومنا عفوية. اللي بيكون بداخلها ما بيقشعها بهالشكل، إذا اليوم رح يقشعوا الرسمة وقاشعين إنه هن بهي الدائرة، ينتبهوا لازم يتعلموا يخرجوا منها. بتبلش أول شيء عنا اشتداد الأزمة. هاي العنصر الأول رح أرسمهم وبعدين بنعمل الدائرة. التصرف، التبرير، و ادعاء بعودة الحياة الطبيعية. هلا صار فينا نرسم الدائرة. رسمنا الدائرة. عندك واحد، هيدي دائرة ولا بيضة؟ ليتها بيضة، دائرة بيضاوية طلعت. أربعة أو أربعة بالعربي. إيه لا، كلهم باللاتيني، خليني على اللاتيني. خلينا على اللاتيني. إذا اشتداد الأزمة بتبلش دائرة العنف عندي، تنقول أنا أزمة مادية، عايش مع ضيقة مالية، أو بدي أحسن شيء ومش قادر، أو معصب من شغلي وجاي على بيتي، أو أنا طفل عايش ببيت في عنف، بدي ماني قادر أعبر بالبيت، بفشهم بالمدرسة برفقاتي، أو أنا بالشغل نفس الشيء، عندي أزمة بحياتي الخاصة بتفشفش بالناس بالشغل. هون بتصير تطلع أو العكس أو العكس صحيح، بالشغل بجيبهم على البيت إلى ما هنالك. الاشتداد الأزمي فيه يصير، هيدا عم نحكي صعيد شخصي، على صعيد مؤسساتي أو سياسي فيه يصير من الدولة على الأفراد، أو من مجموعات أفراد عم بيجربوا كمان يصلبطوا على الدولة، فيها تكون نفس الشيء، بس هي هون تشتد الأزمة. هون ببلش برر لحالي أنا إذا بدي أتصرف بعنف، أنا هيدا حقي. بنتقل على التصرف. التصرف بيصير يلي هو الضرب أو التعنيف المعنوي أو التعنيف بالمصاري بالمادة إلى ما هنالك. هون بنتقل على التطبيق، بضرب، بسب، بعصب، بهين كرامة، إلى ما هنالك عملت التصرف العنيف. هيدي تاني مرحلة، صارت الأكشن، صارت الرياكشن، صحيح. المرحلة الثالثة بدي برر عملي. شو بعمل لبرر عملي؟ أنا مش أنا المسؤولة، أنا عملت ردة فعل، أنا مجرد أنا ما شفت هي شو عاملة، ما عاملة هيك هيك هيك، ما بتستفزني لأوصل لهون، هي استفزتني، شو عم بعمل؟ عم برفع مسؤولية تصرفي اللي خارج عن الآداب وخارج عن حاله للواحد. عن حالي، عم برر، أنا عم بلوم الآخر على تصرفي، مش عم بحمل مسؤولية تصرفي، هون عم برر. بوصل بعدين بعد مرحلة التبرير، هون خاصة، وهي يسمعونا منيح المشاهدين، خاصة لما بيكون العنف أسري، بس يبرر المرتكب مين ما كان يكون، رجل أو امرأة، بأغلب الأحيان للأسف شئنا ما بينا عم بيكون رجل، بس يمشي التبرير، الضحية ممكن إنها تتفهم التبرير. يعني بتصير هل ما انت استدرجتيني او ما انت استدرجتني، ما انت هيك عملت، ما بتضلك تعمل هيك، ما كل مره كم مره انا بقول لك او بقول لك الى ما هنالك. فيي انا كضحيه، ما انا علقانه بالدويره، معه حق، انا كان لازم انتبه. يعني بتصير الضحيه يلي اصلا ماشيه على بيض بعلاقتها مع المرتكب. انت مش هيك رسمتيها على شكل بيضه؟ على شكل بيضه، مظبوط. بتصير هون بهي المرحله كثير خطره التبرير، لانه الضحيه فيها تقبل، ممكن تقتنع، ممكن تقتنع. نفس الشيء مجموعات غير نائل، ما لنا حاصله على حقوقها، تنقول من الدوله بتبرر، في بعض هالاشخاص بيتقبلوا التبرير وبنضل علقانين بالازمه محل ما نحن. نوصل على اخر نقطه اللي هي من بعد التبرير، ندعي من بعدها انه الحياه رجعت طبيعيه. بيدعي المرتكب للعمل العنفي انه مش الحال، خلص انا ما ماشي الحال، اعتذرت، ما قلت ما تواخذوني، بس شو قال ما تواخذوني؟ هو عم ببرر، عم بحط الحق على غيره.
والضحيه نفس الشيء، ما خلص قطعت، خلص لازم جرب انتبه على البيض، خليني انتبه مرت الجاي ما خليه يزعل مني، او خليه مرت الجاي انتبه ما طالب بهالقد بمطالبي، او الطفل بالمدرسه اذا عم يتنمروا عليه خليني اتجنبهم مرت الجاي الى ما هنالك. بصير بيتفادى. وشو بيصير؟ وبنعلق، بتصير مره اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه ولا تنتهي. وفتنا بالدوامه. فتنا بالدوامه، والدوامه ما بتنتهي من جوا. هيدا اللي مهم انه المشاهدين يعرفوا، انه انا اذا علقانه بهيدا النوع من الدائره العنفيه خاصه على صعيد افراد، انا بحاجه ماسه الى مساعده من الخارج. يعني خلينا نفهم شغله، هيدي الاعمال العنيفه، الدائره العنيفه، ما بتصير عن طريق الصدفه، هدفها مش تفشت خلق، بفش خلقه بهالطريقه، بتفش خلقه بهالطريقه، او حرام الى ما هنالك، لا، هدفها السيطره. يعني بيكون في شخص بده يسيطر على الاخر فبيمارس العنف عليه. هيدي منا عامل هيك سيربريز مفاجاه، ولا في نقص عند الشخص الاخر. صحيح، ومش معناتها لن تتكرر، سوف تتكرر. وبتضل تتكرر. اعرفوا حالكم من اول مره تقطعوا بهالمراحل، عرفوا انه دخلتوا دوامه منكن اول ناس ولا اخر ناس، ياما حول العالم دراسات عم بتتم على هيدي الدائره وبتقول كيف بطلع منها وكيف بنساعد بعضنا والى ما هنالك. كيف معقول يبلش اطلع من الدائره؟ خليني اسال هالمرتكب، هل هو نادم بالفعل على عمله بدون ما يلومني انا بمسؤوليه، بدون ما يحملني مسؤوليه معه؟ يعني هل هو عم بحملني مسؤوليه عن تصرف اللي تسبب فيه هيك، ولا لا ندم انه انا كيف طلعت عن حالي، كيف مديت ايدي، كيف عملت هالشغله، كيف قدرت هين كرامتك الى ما هنالك. هيدا يمكن اذا ما عم بيلومني معه يمكن هو مستعد للمساعده. اذا عم بيلومني معه على تصرفه غير جاهز للمساعده. اذا الاولويه وين بتصير؟ هل الاولويه لإله انطره ليصير جاهز، ولا الاولويه لإلي لكون بامان؟ الاولويه بتكون طبعا لإلي لكون بامان، لانه نفسيا وجسديا في يكون بخطر. من الضروري جدا انه اطلب مساعده من الخارج، اذا طفل يطلب مساعده من الكبار، اذا امراه تسعى لجمعيات، هيدي الطريقه الاسلم لنبلش نطلع من دائره العنف. اكيد، بتعرفي موضوع كثير مهم واساسي تانية، يعني بيرجع بينحكى فيه لحتى واحد يرجع يوضح. صحيح. اكثر كمان ويعطي تفاصيل اكثر عن طريقه التعاطي بهالموضوع. رح نرجع نشوفك نحن ان شاء الله نهار الاثنين تانية بعالم صباح، رح نتابع محطاتنا بعد دقائق، رح نكون مع زينه واجنده، خليكن معنا.